انت كتشوف هذه الحاله هذه كي دايره، ورا 3 شهور هذه حنا كنطلبوا الرخصه باش يعطيوها لينا، ودابا الخساره ديال السلعه مشات، كلشي السلعه مشات في حالتها، وكان كان واحد الحانوت تعادوا في 3 الحوانت كلشي جرهم لينا، كلشي جر لنا 3 الحوانت هنا. ايوا دابا العام سي نظر واش غادي هذه الكارثه، شكون بيخ هادشي شكون بيخلفوا دروك، شكون اللي غادي نديروا لهم؟ ما عندنا باش نصاوبوا حتى حاجه، ما عندنا باش نصاوبوا. نهار كنا كانت القضيه سهله بغينا نصاوبوها، ما كان اللي ما كان اللي بعض يساعدنا، ودروك ملي ولات هذه الكارثه اش غادي نديروا العام سي؟ نعم شي باش طاح غير البارح بالليل العام سي مع 12 مع الوحده تاعت الليل. مشيتو عند القياده؟ مشينا عيطنا الجماعه، ما مشي مشى عيط للقائد قال لي عندنا جاي، ما تلا ما جا مازال القائد لا حتى شي حاجه. مع الرئيس قال لك تا هو ما كاين، ما عرفت فين مشى. ايوا دابا نعم سينا نهضر المخزن دابا شويه غادي يدوز. ونضروا كلشي، واش السلعه باقا مسكويه؟ كلشي باقي طايح هنا، كلشي باقي مسكل بالتراب، وكلشي باقي محبوس هنا، اش غادي نعملوا نعم سي؟ كما كتشوفوا دابا انتم هادشي هذا هو حنا كنصوبوا فيه دوك هادشي غير راح، وجاو عندنا جانا سي القائد بين تدخلنا عين هادشي، احنا دوك كنقادوه نقينا هادشي وبغينا نعاودو نصوبوه ان شاء الله. بالنسبة للخسائر شي حاجة خلينا ماشي شي بس ما كاين، شي كلشي راه غادي نصوبو فيه، ما طاح ما ضاعش لينا بزاف، حنا المهم هادشي غادي نصلحوه وصافي. كنشكرو السلطة على السيد القائد والسيد رئيس الجامعة بأن غادي يتساعدو معنا باش نصوبو داكشي، ونقدر تنشكرهم على التدخل ديالهم وبأن ساعدونا باش نصوبو هاد اللوحة ديالنا ونقدر شي اللي كاين. علوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.